يا شباب عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هناخد كربوهيدرات، واخر حاجه او اخر فرع معانا في العمل عضو واحد. تعريف الكربوهيدرات هو عباره عن مركب عضوي الفاتي او اورجانيك الفاتي كومباوند. المركب العضوي الفاتي ده الذرات اللي موجوده فيه كربون وهيدروجين واكسجين بس. نسبه الكربون للهيدروجين والاكسجين 1:2:1. يعني ايه؟ يعني مثلا هناخد مثال الجلوكوز. الجلوكوز الصيغه بتاعته زي ما احنا عارفين C6H12O6. عندك الكربون فيه 6 كربونات، والهيدروجين 12، والأكسجين 6. يبقى عندك نسبة الكربون للهيدروجين والأكسجين 1:2:1. مينيمم 3 كربون، يعني أقل عدد ذرات كربون أقدر أقول عن المركب ده كربوهيدرات 3 كربونات. يعني المركب الكربوهيدرات بيبدأ عدد ذرات الكربون من 3. طبعا المقطع المميز للكربوهيدرات هو المقطع اود او اس اي، زي جلوكوز فركتوز مانتوز. اقدر لما اشوف المقطع ده اقدر اقول على المركب ده ان هو ايه؟ كربوهيدرات. عندك لو بيحتوي على 3 كربونات اقدر اقول ترايوز. بعد كده لو 4 كربونات تتروز، 5 كربونات بنتوز، 6 كربونات هكسوز. في امثله عندنا بقدر اقول عليها اشوف ان ده مركب كربوهيدرات ولا لا. عندك اسيد CH3OH، اول حاجه ان هو مركب عضوي الفاتي، تمام، لو بيحتوي على كربون وهيدروجين واكسجين تمام برضو. نسبه الكربون للهيدروجين للاكسجين 1:2:1، لا طبعا، لان هو بيحتوي على كربونه واحده واربع ذرات هيدروجين واكسجينه واحده، فما بينطبقش علينا انا اقول عليه ان هو مركب ايه، ان هو بينطبق نسبه الاكسجين او الهيدروجين 1:2:1، فما اقولش عليه ان هو ايه، ان هو كربوهيدرات. تاني حاجه اللي هو HCHO اللي هو الفورمالدهيد. طبعا محتوى على كربون وهيدروجين واكسجين بنسبه 1:2:1. تمام، بس هنا بيحتوي على ذره كربون واحده، واحنا عايزين مينيمم 3 كربون، بيحتوي على 3 كربون. تالت حاجه اللي هو C3H6O3. هنا 3 اورجانيك اورجانيك الفاتك كومباوند، تمام، بيحتوي على كربون وهيدروجين واكسجين تمام برضو. نسبه الكربون للهيدروجين للاكسجين 1:2:1، تمام. مينيمم 3 كربون، بيحتوي على 3 كربون برضو، تمام. اقدر اقول عليه ان هو مركب بينتمي للكربوهيدرات. بعد كده C4H8O4 اللي هو التتروز، برضو اقدر اقول عليه ان هو كربوهيدرات عشان بينطبق عليه الخمس خواص بتاع الكربوهيدرات، بس هو بيبقى انستيبل. بعد كده اللي هو C5H10O5 برضو اقدر اقول عليه ان هو كربوهيدرات، C6H12O6 اقدر اقول عليه ان هو كربوهيدرات، C7H14O7 برضو اقدر اقول عليه كربوهيدرات. من اول C8 لغايه وانت من C8 وانت طالع، يعني C8 C9 C10 ده الكربوهيدرات بيبقى ان ستيبل، تمام كده يا شباب. يعني هو الستيبل الترايوز اللي هو الكربون فيه 3، والبنتوز اللي هو الكربون فيه 5، والهيكسوز اللي الكربون فيه 6 كربونات، وال7 كربونات. انما ال4 كربون اللي هو تتروز ده بيبقى ان ستيبل، ومن اول الكربون رقم 8 وانت طالع 9 و10 و11 وكده بيبقى ايه، ان ستيبل. يبقى كده عرفنا تعريف الكربوهيدرات. ونقدر نطبق اي مركب يقابلنا اطبق عليه ال5 شروط دول واشوف ان هو بينتمي للكربوهيدرات ولا لا. هقسم بقى الكربوهيدرات يا شباب لكذا فرع. عندك في كربوهيدرات او في سكريات بقول عليها ان هي مونو ساكرايد، سكريات احاديه، واوليجو ساكرايد اللي هي في اكتر من واحد، يعني مثلا 2 اللي هي الداي ساكرايد. البولي ساكرايد اللي هي اكتر من ايه، فيها كذا كربونه، اكتر من 3 او اكتر من 2، يبقى اقدر اقول عليها ان هي بولي ساكرايد. المونو ساكرايد يا شباب بيحتوي على وحده من السكريات، only one sugar unit، بيحتوي على وحده، وبيدوب في الميه البارده. ابسط مثال لينا اللي هو C6H12O6 اللي هو الجلوكوز. عندنا المثالين اللي هناخدهم هنطبق على الجلوكوز وعلى الفركتوز. طبعا السكريات الاحاديه اقول عليها reducing sugar، سكريات مختزله. عندك الاوليجو ساكرايد اللي هو بيحتوي على من 2
وحدتين هنطبق على الدايسكرايد، هناخد احنا الدايسكرايد. طبعا الدايسكرايد بتدوب في الميه البارده، الامثله اللي عليها سي 12 اتش 22 او 11، ده الصيغه العامه بتاعه الدايسكرايد. هنا عندك الكربون، الكربون في 12، والهيدروجين 22، والاكسجين 11. الامثله اللي عليها هناخد المالتوز واللاكتوز والسكروز. طبعا السكريات الثنائيه تعتبر ريديوسنج شوجر ما عدا السكروز. السكروز يعتبر اللي هو السكر الوحيد النون ريديوسنج شوجر. اخر حاجه عندنا اللي هو البولي سكرايد، اللي هي السكريات العديده اللي بتحتوي على اكتر من 10 وحدات. طبعا بتبقى انسولوبل ان كولد ووتر، بتعمل سسبنشن سوليوشن، هو المحلول المعلق. المثال الوحيد اللي على البولي سكرايد اللي هو الاسترش، اللي هي النشا والسليلوز. طبعا احنا هنطبق على الاسترش، احنا عارفين محلول الاسترش لما باجي احط عليه ميه بيبقى من محلول معلق، فبعتبره ان هو انسولوبل ان كولد ووتر. السكيم بقى بتاع المونوسكرات، هنبدا اول حاجه بالسكيمه بتاعه المونوسكرات. انا قلت هنطبق على الجلوكوز والفركتوز، في تجارب هنطبقها عليهم عشان اقدر اميز ما بينهم، وبعدين اقدر اتعرف على ده شوجر ولا لا. اول تجربه معانا تجربه السوليفري. طبعا احنا عارفينها، باخد الشوجر بتاعي وادوبه في ميه. طبعا انا قلت في الـ قبل كده ان الشوجر المونوساكرايد سولوبل ان كولد ووتر، يبقى الجلوكوز والفركتوز هيبقوا سولوبل ان كولد ووتر. تاني تجربه هي تجربه الاسيديتي تيست، تجربه الحموضيه. طبعا زي ما انا قلت تجربه الحموضيه مميزه الفرع الاحماض، يعني هتدي نيجاتيف في الجلوكوز والفركتوز في السكريات عموما او في الكربوهيدرات عموما. عندك تالت تجربه هي تجربه الاف اي سي ال 3 تيست. طبعا قلت تجربه الاف اي سي ال 3 تيست مميزه الفرع الفينولات، فطب بالطبيعي ان هي هتدي ايه نيجاتيف في حاله الايه، في حاله السكريات، مش هتدي نتيجه في حاله السكريات. رابع تجربه بقى اسمها تجربه مولش تيست. التجربه دي مميزه الفرع الكربوهيدرات، بتديش غير مع الكربوهيدرات بس. بشتغلها ازاي؟ بعمل كونج سوليوشن من الشوجر، بعمل محلول مركز من الشوجر، بكتر كميه الشوجر شويه وبقلل كميه الميه، بس بحيث ان كميه الشوجر اللي انا واخدها تكون دايما في الميه. بعد كده بحط عليه ايكوال اماونت، نفس كميه المحلول اللي انا عاملها من الشوجر، بحط كميه مساويه ليها من الكحوليك الفا نفسول، من الفا نفسول الكحوليه. هي الفا نفسول اللي احنا اشتغلنا عليها قبل كده، بقى مدوبها في الكحول. طبعا هي بتبقى جاهزه عندنا في المعمل، انت بتاخد منها شويه بالمصنع وتحطهم على الايه، على المحلول المركز بتاع الشوجر بتاعك. بعد كده بتحط نقط من 2 ل3 نقط من حمض الكبريتيك المركز على جدار الانبوبه، ما بين الأنبوبة بتاعتي وبنقط نقطتين أو 3 نقط من حمض الكبريتيك المركز على الجدار. المفروض إيه اللي بيحصل، اللي بيظهر لك، اللي بيظهر لك في الجلوكوز وفي الفركتوز وفي السكريات عموما سواء أحادية أو ثنائية أو عديدة، بيظهر لك فايلوت رينج، حلقة بنفسجية، بيظهر حلقة بنفسجية في قاع الأنبوبة من تحت. الحلقة البنفسجية دي بيحصل لها سبريد باي جنتل شاكنج، بيحصل لها لو أنا رقيت الأنبوبة بسيط كده هيحصل لها إيه، إن هي بيحصل لها إيه، بيحصل لها انتشار، يعني بتتكسر وبتلاقي الانبوبه بتاعتك كلها بقى لونها بنفسجي. يبقى كده تجربه مولش تجربه مميزه لفرع الايه، كربوهيدرات. يبقى انا خلاص من التجربه رقم 4 عملتها وظهر لي فايت رينج، عرفت ان انا معايا كربوهيدرات. عايز اعرف بقى الكربوهيدرات ده بتاعي احادي ولا ثنائي ولا عديد. يبقى في تجربه رقم 5 اللي هي بارافويد تيست. بتجربه بارافويد دي بقدر اميز بيها ما بين السكريات الاحاديه والسكريات الثنائيه. بشتغلها ازاي؟ اغلبيه المحاليل عندنا يا شباب في الكربوهيدرات كلها هتبقى مركزه، يعني كلها هيبقى كونج سوليوشن اوف شوجر. طبعا في تجربه بارافويد برضه هعمل كونج سوليوشن اوف شوجر، محلول مركز من الشوجر، بعد كده هحط عليه بارافويد ريجنت، عبوه كده مكتوب عليها محلول بارافويد، بتاخد منها شويه منه قد الكميه اللي انت عملتها من المحلول وتحطها على محلول الشوجر بتاعك. بعد كده هتروح تغلي من 3 ل4 دقائق، هتروح تمسك الامر بتاعتك وتغلي على اللهب من 3 ل4 دقائق. المفروض لو انت معاك سكر احادي يظهر لك بريك ريد لون احمر على جدار الانبوبه. طبعا المحلول بيفضل لونه زي ما هو، بس على جدار الانبوبه من فوق بيظهر لك لون احمر كده طوبي. في الجلوكوز وفي الفركتوز في السكريات الاحاديه بيظهر اللون الاحمر ده على جدار الانبوبه. التجربه اللي بعد كده برضو تجربه فيهلينج تيست، برضو بتميز بين السكريات الاحاديه والثنائيه. تجربة فيلينج بشتغلها ازاي؟ بعمل كونج سوليوشن اوف شوجر، بعمل محلول برضو مركز من الشوجر وبحط عليه فيلينج ايه او فيلينج الف، الاتنين واحد. ممكن تلاقي هو مكتوب عليها فيلينج ايه ومكتوب عليها فيلينج الف، تعرف ان فيلينج الف هو فيلينج ايه.
تاخد منه شوية وتحطهم على الايه، على المحلول المركز بتاعك. بعد كده هتاخد برضو، هتروح لبوة تانية مكتوب عليها فيهلنج بي او فيهلنج ب، هي فيهلنج بي هو فيهلنج ب، تاخد منه شوية وتحطه. يبقى الأنبوبة بتاعتي فيها محلول مركز من السكر، بعد كده هحط فيهلنج ألف، وبعد كده أو فيهلنج إيه، بعد كده هتحط فيهلنج بي أو فيهلنج ب، بعد كده هتروح تسخن. تجربة فيهلنج بروح أسخن يا شباب. المفروض وأنت بتسخن الجلوكوز والفركتوز بيكون لي لون براونش، لون بني أو لون ريد، ريد كولر، لون محمر كده أو لون بني شوية. اللون المحلول يعني بيتغير للون البني او اللون الاحمر. يبقى انا لغايه دلوقتي الجلوكوز والفركتوز بيدوا نفس النتيجه في التجارب. تجربه برضو رقم 7 اسمها امونياك سيلفر نيتريت. بعمل كونك سوليوشن من الشوجر، بعد كده بحط امونياك سيلفر نيتريت سوليوشن، بتبقى موجوده عندنا عبوه نترات فضه، وبروح اسخن. وانت بتسخن المفروض بيظهر لك في الجلوكوز والفركتوز سيلفر ميرور. الانبوبه بتاعتي يا شباب بيكون عليها لون فضي، الانبوبه كلها مش المحلول، الانبوبه نفسها الجدار بتاعها بيبقى لونه فضي. بقول عليه اللي هو سيلفر ميرور، فضي شبه ظهر المرايه كده، تبقى شبه المرايه، عشان كده بيتكون. بقول ان النتيجه بتتكون سيلفر ميرور. برضه بيدي في الجلوكوز والفركتوز نفس النتيجه. يبقى انا لغايه دلوقتي ما عرفتش اميز ما بين الجلوكوز والفركتوز، فلازم في تجارب تقدر تميز لي ما بين الجلوكوز وما بين الفركتوز. التجربة رقم 9 والتجربة رقم 8 والتجربة رقم 9 يا شباب، دي اقدر اميز ما بين الفركتوز وما بين الايه وما بين الجلوكوز. التجربة رقم 8 اسمها فول فرونت تيست. بشتغلها ازاي؟ باخد الشوجر بتاعي صلب، ما بحطش عليه ميه، بعد كده بحط عليه دايل اتش سي ال حمض هيدروكلوريك المخفف 5 مللي، وبعد كده بروح اسخن لمده دقيقه. بس قبل ما بسخن ببلل ورقه بانيين اسيتيت، بيبقى معايا ورقه بيضه طبعا مش مكتوب عليها حاجه، ببللها بانيين اسيتيت. بعد كده بعرضها في وهن الانبوبه وانا بسخن. يبقى انا معايا الانبوبه بتاعتي فيها شوجر صلب، بعد كده بحط عليه دايل اتش سي ال، وقبل ما اسخن ببلل الورقه بانيين اسيتيت، وبعد كده اروح اسخن واعرض في وهن الانبوبه للورقه المبلله بانيين اسيتيت. لو لون الورق ده ما اتغيرش يبقى انا معايا الجلوكوز، انما لو لون الورق اتحول من لون الابيض لون الورق العادي للون الاحمر يبقى معنى كده ان انا معايا الفركتوز. يبقى التجربه ديت قدرت تميز ما بين الجلوكوز وما بين الفركتوز. التجربه رقم 9 اسمها رابيد فور فرال تيست. بعمل محلول من السكر، بعمل محلول من السكر بتاعي، بعد كده بحط عليه الكحوليك الفا نفسه، الالفا نفسه الكحوليه، بعد كده بحط عليه كونك اتش سي ال حمض الهيدروكلوريك المركز بقى، وبروح اسخن. لو المفروض بيكون لي لون بنفسجي، اللون البنفسجي لو اتكون وانا بدفي يبقى انا معايا الجلوكوز، انما لو اللون البنفسجي اتكون والانبوبه بتاعتي ايمن الغليان يعني سخن شويه كتار ولسه وهتغلي، يبقى انا معايا الايه الفركتوز. يبقى اللون البنفسجي في الجلوكوز بيظهر مع التدفئه، واللون البنفسجي مع الفركتوز بيظهر مع الغليان. التجربتين دول قدروا يميزوا لي ما بين الجلوكوز وما بين الفركتوز. في بقى عايزين نعرف الريجنت اللي احنا استخدمناها دول عباره عن ايه. اول حاجه البارافويد ريجنت اللي هو في تجربه بارافويد عباره عن الكابريك اسيتات، انجليشيال اسيتيك اسيد، اسيتات النحاس، دايبه في جليشيال، دايبه في جليشيال اسيتيك اسيد. طبعا كبريك اسيتات عباره عن سي اتش 3 سي او او كل اتنين دي الاسيتات ومرتبطه بالنحاس. سي يو انجليشيال اسيتيك اسيد، الاسيتيك اسيد رمزه سي اتش 3 سي او اتش. فيلينج الف عباره عن كبريك صلفيت اللي هو كبريتات نحاس. ان ان او اتش دايما في ان او اتش دايما في هيدروكسيد صوديوم. الفيلنج بي عباره عن صوديوم بوتاسيوم تارتريت، وده الاستراكشر بتاعه صوديوم بوتاسيوم تارتريت. نبقى عارفين يا شباب ايه فيلنج الف وايه فيلنج بي وايه بارافويد ريجنت، لان ده ساعات بيجي اسئله منه في الامتحان النظري، فتبقى عارف فيه. لما اقول لك فيلنج الف هو ايه تبقى عارف فيلنج الف ايه وفيلنج بي ايه وبارافويد ريجنت هو ايه. تمام، احنا كده خلصنا السكيم بتاعه الاحماض بتاعه المونوساكرايد بتاعه السكريات الاحاديه. ان شاء الله هنبتدي بقى في السكيم بتاع الدايساكرايد.
سكيم اوف دايساكوريد بقى اللي هي السكيم بتاعت السكريات الثنائيه. لو قلت انا هاخد امثله المالتوز واللاكتوز والسكروز، طبعا اول حاجه تجربه السوليبيلتي تيست. طبعا السكريات الثنائيه برضو بتبقى صورة ان كولد ووتر. تجربه الحموضيه مش هتدي فيها، مش هتدي نتيجه، هتدي نيجاتيف. تجربه الاي في اي سي دي 3 برضو هتدي نيجاتيف. تجربه رقم 4 اللي هي مولش تيست اللي احنا قلت شرحناها قبل كده في السكريات الاحاديه، انا بعمل محلول مركز من الشوجر، بعد كده بحط عليه الكحوليك الفا نفسول، وبعد كده بحط عليه من 3 ل 4 نقط من حمض الكبريتيك المركز على جدار الانبوبه. المفروض اوضح التجربه دي مميزه لفرع الكربوهيدرات، يعني نتيجه واحده في الكربوهيدرات سواء احاديه او ثنائيه او عديده. يعني اللي المفروض هيكون لي في المالتوز واللاكتوز والسكروز زي ما كون لي في الفركتوز والجلوكوز اللي هو فايلوت رينج. الفايلوت رينج ده بيحصل لها سبريدنج باي شيكنج، بيحصل لها انتشار بالرج. لو رجيت بيحصل الأمور بتاعتك بيبقى لونها بنفسجي، إنما المفروض بيظهر لك فايلوت رينج حلقة بنفسجية تحت قاع الأنبوبة. تجربة رقم 5 اللي أنا قلت بقدر أميز بيها اللي هي اسمها بارافويد تيست، بقدر أميز بيها ما بين السكريات الأحادية والسكريات الثنائية. بشتغلها إزاي؟ بعمل محلول مركز من الشوجر، بعد كده بحط عليه بارافويد ريجنت اللي احنا عرفنا اللي هو عبارة عن بارافويد ريجنت عبارة عن ايه. المفروض في السكريات الأحادية الجلوكوز والفركتوز اتكون لون أحمر طوبي على جدار الأنبوبة. هنا في السكريات الثنائية مش هيديني نتيجة، مش هيتكون اللون الأحمر الطوبي اللي اتكون في الإيه في التجربة في مع الجلوكوز ومع الفركتوز، هيدي نيجاتيف في حالة المالتوز واللاكتوز والسكروز. يبقى أنا قدرت أميز بين السكريات الأحادية والسكريات الثنائية عن طريق تجربة إيه بارافويد. سادس تجربة هي تجربة فيهلينج تيست. دي انا قلت بقدر اميز بيها ما بين السكريات المختزله والسكريات الغير مختزله. انا قلت الشجر الوحيد الغير مختزل اللي هو نون ريديوسنج شوجر اللي هو السكروز. يبقى السكريات اللي هي الاحاديه والسكريات الثنائيه المالتوز واللاكتوز هيدوا نفس النتيجه، انما السكروز هو اللي هيدي نتيجه مختلفه. اللي هي ايه بقى، ان انا بشتغل تجربه فيلنج دي، بعمل محلول مركز من الشوجر احط عليه فيلنج الف، وبعد كده احط عليه فيلنج ب او فيلنج اي او فيلنج بي ايا كان التسميه بتاعتهم، هم كلهم تسميتهم واحده زي ما انا قلت قبل كده. وبعد كده بقى اروح اسخن. بعد التسخين المفروض المالتوز واللاكتوز هيكون لون براونش او ريد كولر، هيدوا نفس النتيجه زي ما ادى مع في الجلوكوز ومع الفركتوز، انما اللي هيدي حاجه مختلفه اللي هو السكروز مش هيدي نتيجه لان المحلول بتاعك مش هيتغير. فهتقدر تقول ان الشوجر اللي معاك عبارة عن سكر السكروز. يبقى تجربة الفيهلينج ما بتديش نتيجة مع السكروز لانه هو سكر غير مختزل. التجربة اللي بعد كده تجربة رقم 7 اللي هي امونياكل سيلفر نيتريت، انا بعمل محلول مركز من الشوجر، بعد كده بحط عليه نترات فضة، محلول نترات الفضة، بعد كده بروح اسخن. المفروض بيكون لي برضه سيلفر ميرور في حالة المالتوز واللاكتوز، ما بيديش نتيجة في حالة السكروز. يبقى تجربة امونياكل سيلفر نيتريت ما بتديش نتيجة برضه مع السكروز، انما بتدي مع المالتوز واللاكتوز، ودت قبل كده مع الجلوكوز ومع الفركتوز. في تجربتين ما بيدوش نتيجه مع الايه، في تجربتين لغايه دلوقتي ما بيدوش نتيجه مع السكروز اللي هو فيهلينج تيست وامونياكل سيلفر نيتريت تيست، ما بيدوش نتيجه مع السكروز، لا بيدو نتيجه مع السكريات التانية. التجربه رقم 8 انا لغايه دلوقتي برضو ما قدرتش اميز بين المالتوز وبين اللاكتوز، بس عرفت اميز السكروز، انما ما قدرتش اميز بين المالتوز وبين اللاكتوز. يبقى التجربه 8 هتقدر تميزها بين المالتوز وبين اللاكتوز اسمها 30% ان يو اتش تيست. تركيز ال NUH هنا 30%، عشان كده سميناها 30% NUH test. بعمل محلول مركز من الشوجر بتاعي، بعد كده بحط عليه NUH تركيزها 30% وهروح اغلي. المفروض لو انت معاك مالتوز بيتحول اللون بتاعك للون براون، لون بني على طول. طب بحطها على النار وتبقى الانبوبه تسخن يبقى بيظهر لون بني على طول، بيظهر لون بني على طول. انما لو اللاكتوز اللون البني بيظهر بس بعد الغليان، بعد ما بسخن شويه كتير. طبعا السكروز بيدي نيجاتيف في التجربه دي. يبقى السكروز كل هو بيدي نتيجه بس في حاله مولش وفي حاله في حاله مولش بس، انما بقيه التجارب بيدي نيجاتيف فيها سواء بارافويد او فيهلينج او مياك سوبر نيتريت او 30% ان او اتش. باقي التجارب مع المالتوز ومع اللاكتوز بيدوا نفس النتيجة، بس مع التجربة اللي بتقدر تميز ما بين المالتوز وبين اللاكتوز تجربة ايه، اخر تجربة اللي هي تجربة 30% ان يو اتش. هنا بتدي لون براون على طول مع المالتوز immediately، ومع اللاكتوز بيدي لون براون بس مع الغليان او مع التسخين.
كده احنا خلصنا برضو السكيمة بتاعة السكريات الثنائية، فاضلنا السكيمة بتاعة السكريات العديدة اللي هو الستارش. التكين بقى اوف بولي سكرايد اللي هو الستارش، او طبعا نفس التجارب هشتغلها هي اول تجربه السوليبيليتي. سوليبيليتي تيست في حاله الستارش بتبقى انسولبل ان كولد ووتر، بتبقى غير دايبه في الميه، تعمل سسبنشن سوليوشن اللي هو محلول شبه اللبن اللي احنا شفناه قبل كده. الاسيديتي تيست تجربه الحمضيه برضه هتدي نيجاتيف في حاله الستارش. تجربه الاف اي سي دي سي برضه هتدي نيجاتيف في حاله الستارش. تجربه مولش طبعا ان الستارش زي ما انا قلت التجربه دي مميزه لفرع الكربوهيدرات كله، يبقى هندي نفس النتيجه برضه اللي هي فايلوت ريت. تالت مره هقول في تجربه مولش بستغلها ازاي، بعمل محلول مركز من الشوجر، بعد ما كده بحط عليه الكحوليك الفا نفسه نفس الكميه قد المحلول اللي انا عملته، بعد كده بحط عليه من 3 ل 4 من 3 ل 4 نقط او من نقطتين ل 3 نقط من حمض الكبريتيك المركز على جدار الانبوبه. المفروض بيظهر لي لون حلقه بنفسجيه. حلقه بنفسجيه ده بيحصل لها سبريدنج باي شيكنج، بيحصل لها انتشار بالرق. التجربة بقى الوحيدة اللي مميزة للستارش اللي هي تجربة رقم 5 اسمها الايودين تيست. دي التجربة الوحيدة اللي بقدر اميز بيها الستارش. بشتغلها زي بعمل محلول مركز من الشوجر بتاعي او من النشا بتاعتي، بعد كده بحط عليه وان دروب نقطة واحدة من الايودين سوليوشن. عبوة مكتوب عليها محلول يود، بتاخد منها نقطة واحدة، طبعا بتبقى عبارة عن اي 2 زائد كي اي اور اي 3. ده طبعا رمز الايودين سوليوشن، ده رمز الايودين سوليوشن عشان برضو بيجي سؤال في الامتحان. بحط نقطة واحدة من محلول اليود ده على المحلول الستارش بتاعي، المفروض بيظهر لون ديب بلو، لون أزرق غامق أو لون فايلت، لون بنفسجي ده أو ده، يعني يا إما يظهر لون أزرق غامق أو لون بنفسجي، الاتنين صح. يبقى تجربة الأيودين تست دي تجربة مميزة للستارش بس. كده احنا خلصنا فرع الكربوهيدرات، سكريات احاديه، سكريات عديده، وسكريات ثنائيه. وكده خلصنا العملي، شغل العملي بتاع عمل عضو واحد. فاضل لنا حاجه بسيطه بس اللي هو ميكانيزم مولش، ده هناخده ان شاء الله دلوقتي. هنشرحه او عشان هنشرحه ازاي، يعني ايه اللي حصل في تجربة مولش عشان اعرف الفيروس رينج دي اتكونت ازاي. ميكانيزم مولش يا شباب هنشرحه على البنتوز اللي هو السكريات اللي هو فيه 5 كربونات والاكسوز اللي فيه 6 كربونات. البنتوز يا شباب الاستراكشر بتاعه موجود عندك اهوت، عبارة عن 5 كربونات. هنحط عليه وجود حقوق اتش 2 اس اخرى، يطلع منه 3 جزيئات ميه. الثلاث جزيئات الميه بيخرجوا من اتش والاو من الاتشات ومن الاو اتشات. بعد ما يخرجوا هيكون لي الفورفرن اللي هو الحلقه الخماسيه قافله على اكسجينه، وفي الوضع رقم واحد سي اتش او مجموعه الدهيد. هيتفاعل بعد كده مع الالكحوليك الفا نفسه، مع 2 جزيء من الالكحوليك الفا نفسه، وهيحصل برضه فقد لجزيء ميه. وهيديني المركب اللي اتكون قدامي ده اللي هو يعتبر الفايلوت رينج، ده الاستراكشر بتاع حلقة الفايلوت رينج. انما بقى في الهيكسوز هزود ذرة كربون، ذرة كربون تانية اللي هتبقى عبارة عن سي اتش 2 او اتش دي اللي هي في ال دي اللي زادت. برضه هيطلع من الهيكسوز 3 جزيئات مية في وجود حمض الكبريتيك المركز، هيديني 5 هيدروكسي ميثايل فورفرال. حلقة برضو خماسية في الوضع رقم 2 حلقة CHO، وفي الوضع رقم 5 CH2OH. عشان كده بقول عليه 5 هيدروكسي ميثايل فورفران. الحلقة الخماسية قافلة على الأكسجين وفيها CHO بقول عليها فورفران. بعد كده هيتفاعل مع 2 جزيء من الالكحوليك الفا نفسه، هيديني الحلقه الفايلوت رينج اللي اتكونت مع الهكسوز ده اللي هو الحلقه الخماسيه الكربونه بتاعه الالدهيد رابطه فوق من مجموعه الالفا نفسه اللي حصل لها اعاده ترتيب للروابط زي اللي ما خدناها مع الاحماض الاروماتيه. اعاده ترتيب للروابط كون لي حلقه كون لي مركب الكونويد فورم ده اللي هو في كونجيوجيشن. طبعا برضو هنا السبب في تكوين المودال فايت اللي هو حلقة الكونويد فورم دي اللي هي فيها كونجيوجيشن.
واللي تحت مرتبط بحلقة الألفا نفسه اللي موجود فيها اس او 3 اتش، اللي هو حصل لها سلفونيشن بسبب وجود حمض الكبريتيك المركز. كده يا شباب احنا كونا اللون اللي هي الاستراكشر بتاع الفايلوت رينج اللي اتكونت. طبعا بيجي سؤال يقول لك ايه سبب في تكوين اللون الفايلوت او الفايلوت رينج، هتقول سبب وجود الكولويد فورم اللي هي فيها كونجيوجيشن، ده سبب في تكوين الفايلوت رينج، ده سبب في ظهور اللون البنفسجي. بكده احنا نكون خلصنا المنهج بتاع عضو واحد. خدنا اخر ميكانيزم عندنا اللي هو ميكانيزم مولش، وخدنا الاسكيمات بتاعه الكربوهيدرات. ان شاء الله يبقى كده خلصنا على الامتحان. ان شاء الله نشتغل السكشن الجاي سكات احاديه وثنائيه وعديده. يبقى كده احنا خلصنا كمان شغل العمل. ان شاء الله بالتوفيق، لازم كلنا نذاكر. والسكشن الجاي ان شاء الله نتقابل، يبقى معانا الادوات والبلطو، معانا الكتاب عشان نشرح فيه هنكتب ازاي فيه. وكل واحد ان شاء الله يجي في معاه السكشن.